استاذ محمد شبانه، ده فيديو خاص بالكابتن الخطيب. كابتن محمود الخطيب يا جماعه من اكثر الشخصيات الرياضيه او اكثرها اللي بيتعرض لهذه التجاوزات والاساءات، وتقريبا ممكن ياخد وسام الصبر والترفع وضبط النفس. ما اعتقدش بجد في حد تعرض لما يتعرض له الكابتن محمود الخطيب واحتفظ بكل هذه القدرة في ضبط النفس وعدم وأيضا الترفع وعدم الرد. لجأ في كل واحدة من دول للأطر القانونية المسؤولة. والغريب أنه حتى بعد ما أخذ أحكام وبعد ما ظهرت الحقائق في كثير من الأمور لسه الناس بتتكلم ولسه التجاوزات مستمرة. عشان كده محمد شبانه الرأي مهم. الحقيقه صاد تبدا الحلقه بالكابتن محمود الخطيب. وانا دايما بيبقى عندي وجهه نظر في الشخصيات اللي زي الكابتن محمود الخطيب. والشخصيات دي هي اساطير الكره المصريه. ودول الناس اللي زرعت القيمة التاريخية للكرة المصرية اللي الناس ممكن تيجي من براها تتمحك فيها وتكتسب منها الشهرة والقيمة. من دول، من الناس دي اللي زي الكابتن محمود الخطيب، هم دول اللي عملوا القيمة التاريخية للكرة المصرية، هم دول اللي عملوا الجماهيرية للكرة المصرية، هم دول اللي عملوا البطولات، وهم دول اللي عرقوا في الملاعب، وهم دول اللي اتصابوا وقاموا واشتغلوا وقاموا واتصابوا وعفروا وقاموا وحققوا بطولات وحققوا انجازات. انا بقول ده ليه؟ المناسبه امبارح قابلني ناس وقالوا لي يا استاذ محمد، هو ليه الكابتن محمود الخطيب ساكت على كلام بيتقال عليه واتهامات وتجاوزات وحاجات كده يعني بايخه يعني بتتقال عليه. فقلت لهم انه دايما اللي زي الكابتن محمود الخطيب لا يليق بيه ان ينزلق لهذا التجاوز. مهما تقول ده زي الشجر النخلي كده العالي كده، يجي هوا تيجي رياح تيجي مطر تيجي اعاصير حر برد، تظل ايه النخله شامخه كده في السماء، مفيش مشكله يعني. كابتن محمود الخطيب اسم عظيم، اسم كبير، يعني بعد 100 سنة سيظل اسم الكابتن محمود الخطيب راسخ في التاريخ فقط، ولن يذكر التاريخ أحد من اللي متجاوزين ضده. طبعا شوف، دي وجهة نظر الأستاذ محمد شبانة. والأستاذ محمد شبانة وكأنه وجد مفتاح الحقيقة، لأن ما يتبناه الأستاذ محمد شبانة من مدة ليست بقصيرة، إنما هو نابع من حاجة لمست حاجة في نفسه، أثرت فيه، شاف حقيقة لما اقترب وبدأ يفرز الساحة الرياضية والشخصيات اللي حواليه، توصل إلى هذه الحقيقة فأصبح يتحدث كما لم نسمعه من قبل بهذا الوضوح وهذه والصراحه والمصداقيه. يتحدث عن الكابتن الخطيب، ها، ويقول لك اللي زي الكابتن الخطيب ما يعرفش يتصرف غير كده. وانا موافقه. والخطيب ناس كتير تقول لك صعب قوي انك انت تتحمل كل التجاوزات دي في حقك وتصبر وتصمد، وانا بقول لهم والله الخطيب لا يتحمل. الخطيب هتفاجئوا ان الخطيب بجد يا جماعة لا يتحمل، هو مش بيضغط على نفسه، هو ده الخطيب، هو دي فلسفته، هذا هو خلقه. لما يبقى خلقك الترفع عن الشتيمة لا تتأثر بيها، انت مترفع فما بتبذلش جهد عشان تقاوم غضبك تجاه هذه الشتائم، انت بالعكس. ما الكابتن الخطيب بيقول لك انا خايف عليهم، مش انا زعلان عليهم، مش زعلان منهم على اللعيبه اللي مشيت من الاهلي، مش بس اللعيبه، ده معيار، ده معيار. لما حد يسيء اليك تبقى انت
تشعر بالشفقة عليه، إن أخلاقه وصلته إلى هذا. هو بينام مش مرتاح وبيفكر زي زيكو ويجننه إنك أنت بتلقى الترحيب وأنت عمال بتسمو وبتترفع أقدارك بلا مجهود، لأن دي فلسفتك، دي طبيعتك، دي أخلاقك، أنت مش مدعيها. اللي مدعي حاجة هو اللي بيتحمل، اللي أخلاقه كده وصفاته كده يجد نفسه يجد التسامح عنده. مش التسامح إنك بتسامح اللي أخطأ معاك، ولكنك بتسمو عليه. تسمو عليه يا أستاذ إبراهيم، ما عندكش صعوبة، أنت دي أخلاقك. أنت شايف الشتيمة دي عيني صاحبها بيتعذب بيها أكتر منك. هو متضايق منك لدرجة إنه لازم يشتمك كل يوم. طب أنت بتعمل إيه؟ بتصبر لما تلاقي الأمور بتوصل لحدود أبعد منك، لأسرتك، لحد بيهمك، بترفع قضية. ولأنك لا تتصدى إلا للمواقف الحقيقية بتكسب القضايا بتاعتك. فأنا مع الأستاذ شبانة، وإحنا يعني نعرف كابتن خطيب، مش معنى كده إحنا شايفينه ملاك. يعني هو إنسان مثلنا، ولكن له سماته الأخلاقية والشخصية اللي لما كانش بهذه الصلابة الأخلاقية كان ممكن شهرته تاخده في حتة وتأذيه. صحيح. كان تعالى عن الناس، كان اتغر، كان طغى، ولكن لأنه عنده البساطة دي، عارف إن دي نعمة من ربنا، وعارف إن هو استخدمها في الخير، وعارف إنه أمتع بيها الناس، هو ما عندوش مشكلة مع نفسه. اشتمني، اعمل اللي أنت عايزه، لما هتتجاوز حدودك هرفع عليك قضية وأقلب الصفحة، أنا نام وأنت ما تنامش. فمش عايزين نتكلم على الخطيب وكأنه يعني، أنا بقول لك كل إنسان، أنت أحياناً تيجي تقول إيه؟ ما يا كابتن أنا مش موافق على دي. ها؟ وممكن يبقى هو الصح وأنت الغلط والعكس. لكن إحنا بنتعامل مع بعض كبشر، كل واحد قايس التاني بمحتواه وصدقه وأخلاقه وفلسفته وقيمه وبيئته اللي اتربى فيها. لما تبقى في بيئة سوية بتطلع سوي. ما عندكش مشكلة. ولذلك أرجع تاني للحكمة الرائعة اللي أثرت فيا أنا شخصيا من حكيم كبير جدا الله يرحمه الأستاذ نعمان صبري اللي كان مديرا للنادي الأهلي. كان راجل بشوش دائم الابتسامة، وقال لي نصيحة مرة غضبت وبعدين بقول له كرامتي ما تسمحش إن يحصل كده. قال لي يا أستاذ عادل كرامتك إيه بس؟ كرامتك تصرفاتك، ما تتضايقش غير من أخطائك أنت. لما أنت تعمل حاجة تخجل منها اتضايق، لما واحد يعمل حاجة في 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 مواجهتك اوعى تتضايق، ده تيصعب عليك. ان هو متضايق منك لدرجة انه بيتجاوز بهذه الفجاجة. لقيت ان الحكمة دي رائعة يا استاذ ابراهيم. كرامتك تصرفاتك بتلخص كل شيء.